نعم، نعم يارا، يعني هناك تجدد للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في شمال القطاع. هناك عدد من الغارات نفذتها الطائرات الحربية المقاتلة. نرى أعمدة الدخان الكثيفة وحجم الغارات الكثيف نتيجة قصف الطيران الإسرائيلي لعدد من الأهداف شمال القطاع. حتى هذه اللحظة لم تتضح طبيعة الأهداف، ربما هي منازل سكنية أو عمارات استكمالا للمسلسل الجرائم والمجازر التي ترتكبه إسرائيل هنا غرب مدينة غزة، حيث نقف في أماكن قريبة منا. هنا قبل قليل كان هناك عدة غارات عنيفة وقوية جدا، أيضا آخر غارة هنا غرب مدينة غزة كانت بالقرب من مشفى الشفاء ونفذت على إحدى الشقق في عمارة البدرساوي مقابل مشفى الشفاء بغزة، وغارة أخرى استهدفت مسجد العباس غرب المدينة، وبجانب هذا المسجد أيضا هو مركز شرطة تضرر أيضا بشكل كبير بعد أن دمر المسجد الذي بجانبه بشكل كامل، إضافة إلى استهداف عدد من الشقق السكنية في أحد العمارات خلف الجامعة الإسلامية غرب مدينة غزة، واستهداف عدد من المنازل بشكل منفصل أيضا غرب مدينة غزة بواسطة الطيران الحربي الإسرائيلي. الأوضاع هنا غرب مدينة غزة أوضاع مأساوية، رأينا كيف عملت العائلات على إخلاء منازلها من غرب المدينة والتوجه إلى مناطق جنوب مدينة غزة بعد الغارات العنيفة التي نفذها الجيش الإسرائيلي، وأيضا رأينا كيف تم إخلاء عشرات العائلات من حي الرمال بغزة حيث مكتب الغد هناك. نحن أيضا قمنا بإخلاء العمارة التي يتواجد بها المكتب حفاظا على أرواحنا بعد بيان من الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء حي الرمال غرب مدينة غزة، وإخلاء أيضا منطقة غرب المدينة المحيطة بالجامعات. وقصف أيضا في تلك المنطقة مقر حكومي وهو مجمع الوزارات الحكومية، إضافة إلى مقر وزارة المالية. تم قصف هذه المقرات الحكومية أيضا بعدد من الصواريخ الطائرات حربية. إضافة أيضا حيث نقف هنا على بعد أمتار قليلة فقط بجانب ميناء غزة تم قصف أيضا حوض الميناء بصاروخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية. حتى اللحظة لا يوجد أي سبب مقنع يجعل الجيش الإسرائيلي يستهدف المدنيين داخل قطاع غزة سوى أنه يريد أن يوقع مزيدا من الضحايا داخل القطاع للضغط على حركة حماس، ربما لإيقاف هذه العملية التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة منذ 3 أيام، وللضغط عليها ربما لسحب مقاتليها من المستوطنات التي سيطرت عليها في غلاف غزة. يرى حتى هذه اللحظة الطيران الحربي عشرات الطائرات المقاتلة يعني تحلق في سماء القطاع بشكل مغير، يرافقها طائرات الاستطلاع التي تعمل على رصد الأهداف التي تنفذ عليها الطائرات الحربية المقاتلة غاراتها. إضافة إلى ذلك أيضا تستخدم طائرات الاستطلاع في شن أيضا غارات إلى جانب الطائرات فقط المقاتلة. نيفين أشير إلى هذا العاجل، يعني وأنت تتحدثين مراسلنا ضياء حوشية أفاد بإصابات عديدة في مستوطنة بتار قرب بيت لحم بعد رشقات صاروخية أطلقت من غزة. إذن إصابات في مستوطنة بتار قرب بيت لحم بعد رشقات صاروخية، تفضلي نيفين. نعم يارا، الأوضاع هنا خطيرة، الأوضاع الإنسانية جدا صعبة، الأمور أو الأوضاع الأمنية تتفاقم، كل دقيقة وكل ساعة هي أخطر من الساعة السابقة، الغارات تزداد، أكثر الغارات تركزت منذ صباح هذا اليوم في مناطق الشمال، شمال القطاع التي نفذ بها الجيش حزام ناري لمدة أكثر من نصف ساعة، قام بقصف عدد كبير من المنازل، قصف السوق المركزي أيضا في مخيم جبال وأوقع عدد كبير من الشهداء والجرحى في تلك المناطق. لاحظنا اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أيضا 4 مساجد منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة تم تدميرها بشكل كامل.
اليوم تحديدا تم استخدام كافة الأسلحة التي تمتلكها إسرائيل في قصف قطاع غزة بشكل متزامن. الزوارق البحرية الإسرائيلية من البحر كانت تطلق صواريخها المدفعية نحو شاطئ مدينة غزة، وأطلقت أيضا عدد من الصواريخ تجاه أحد المنازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق صواريخها نحو شاطئ شمال القطاع. الطائرات الحربية رأيناها كيف كانت تنفذ غاراتها بشكل متزامن، عشرات الطائرات المقاتلة تحلق في سماء القطاع من شماله حتى جنوبه، إضافة إلى طائرات الاستطلاع. الطائرات المروحية أيضا أطلقت نيرانها شرق مدينة غزة، والمدفعية الإسرائيلية التي تطلق بين حين والآخر عدد من قذائفها.